زي ما احنا شايفين العنوان استخدام الماتلاب to generate random test model، وكذلك في نفس الملف بنشرح كيفية رسم polar plot و bold plots والحصول على mean and phase margin. الصيغة العامة التي تستخدم في ماتلاب هي R model، وبين قوسين الاوردر اللي احنا عاوزين نعمل له جنريشن. هنقول له هنا هنستقبل الناتج في صورة بولينوميال للبسط وبولينوميال للمقام بين قوسين مربعين تساوي R model بين قوسين M اللي هو الاوردر سواء 2 3 4 واحد زي ما احنا عاوزين. فعلى سبيل المثال خدنا اوردر 2 بهذا الشكل. هلاحظ كل ما استعمل هذه الداله في نفس السيشن بتاع الماتلاب هيعمل لي استنباط داله اخرى مختلفه تماما عن السابقه. بعد كده برضو الماتلاب بتقدم لي او لتسهيل الحصول على ترانسفير فانكشن لسكند اوردر سيستم معلوم له ناتشورال فريكوانسي اند دامبنج ريشيو زيتا. بنستعمل في هذه الحاله الداله اسمها او ار دي 2، ما عنديش حاجه اسمها او ار دي 3 او 4 الخلاف هي بس الوحيده ORD2، وبعدين بأعطي لها الأرجمنت بتاعتها الأوميجا إن ناتشورال فريكونسي وزيتا الترم الثاني لها، فبترجع لي بولينوميال ترانسفير فانكشن زي المثال القاتل. وإذا كانت أوميجا إن تساوي 10 وزيد تساوي 2 من 10، لو كتبنا إن يو إم ودين تساوي او ار دي 2 10.2 من 10 هيطلع البسط بواحد والمقام 1.4 مية. طيب هننتقل بعد كده الى احتمال ان انا عاوز ارسم اكثر من جراف في صفحة واحدة واميز بينهم بحيث احد الرسومات اللي عندي تكون مرسومة خط كامل وتاني خط متقطع او نقط بجانب بعضها او اي رمز من الرموز زي ما هيتضح لنا في الاتريبيوتس القادم. طيب هنخزن دلوقتي فاريبل اسمه تي واحد ما بين 0 الى باي على 2. الستيب اللي بينهم عبارة عن 5 من 100 في باي على 2، يبقى بتكتب بالترتيب كالآتي في سطر واحد بهذا الشكل. أقول له تي واحد تساوي 0.25 مضروبة في باي على 2.2 إلى باي بي آي على 2. هتطلع عدد كبير من القيم، من المستحب ان انهيها هنا بسيمي كولون. وبعدين هحسب متغير كي واحد يساوي ساين تي واحد، برضو نفس الحكايه اذا كان عددهم كتير وانا مش عايز اشوفهم هحط هنا سيمي كولون في النهايه. وكي اتنين عباره عن ساين تي واحد تربيع عشان انشئ دلوقتي اتنين جراف. حطيت الاحداثي الرأسي كي واحد، واحد منهم ساين تي واحد والتاني كي اتنين ساين تي واحد تربيع، وبرضو هنا مستحب احط سيمي كولون.
الامر بتاعنا للرسم عشان ارسم الاولاني هقول له بلوت تي واحد كوما كي واحد كوما واحط له شكل الخط اللي هيترسم كترم ثالث بين سنجل كوتيشن مارك برمز حرفي يدل على لون الخط اللي هيترسم ورمز اخر هنوضحه من الرموز كلها يدل على ان الخط دي قدام اشاره ناقص او اللي هي الهايفن بتاعتنا تدل على انه هيبقى خط متصل لو ما حطيتهاش خالص هو هيعمله متصل بعدين اقول له هولد اون يعني ثبت الرسم عشان هديك امر بلوت تاني لو اديت امر بلوت تاني غير ما اقول له هولد اون هيمسح الرسمه الاولى ويعمل التانيه انما انا عايز يبقي على الاولى ويرسم لي الاخرى هو تلقائيا هيوضب مقياس الرسم المناسب للاحداث الافقي والراسي بحيث الاثنين يتواجدوا على نفس الصفحه دون الحاجه للتدخل مننا. طلعت بهذه الصوره زي ما هنشوف بعد كده ممكن نكتب وصف الاحداث الافقي ووصف الاحداث الراسي باستعمال داله اسمها اكس ليبل عشان ارسم على الافقي وواي ليبل للاحداث الراسي. انما احنا دلوقتي كنا مركزين على هرسم دالتين وعايز افرق بينهم في الرسم فعملت واحده منهم باللون الاحمر ار والثانيه حرف بي بتعني بلو حرف الاول كلمه بلو زي ما هنشوف بعد كده ان الاسود هياخد الحرف الاخير حرف الكي اللي عندي بلو البلاك بيبداوا بي فاحتفظ بحرف البي وهو الديفولت بتاعه يرسم بالازرق اما البلاك يبقى تديله الرمز كي زي ما هنشوف في الليسته القادمه ان شاء الله. اهي حاطين مختصر او شرح لكل الرموز اللي احنا محتاجينها. ده هنا بيقول لون الوان مختلفه عندي واي هو الحرف الاول يلو ام حرف الاول كلمه ماجنيتا اللي هي بتعتبر بنفسجي في اللغه الانجليزيه. حرف سي اللي هو سيان بنشرحه ما بنترجموش بنشرحه انه ازرق ضارب الى الخضره ازرق ضارب للخضره. ريد خد الحرف الاول ار يبقى كل دول دلوقتي كل الالوان بياخدوا الحرف الاول ما عدا البلاك بياخدوا الحرف الاخير فيبقى عندي ريد خد ار جرين خد جي بلو خد البي وايت خد دبليو. طب هنا يتعجب البعض يقول لي هل انا هرسم وادي خط لون ابيض والصفحه بيضاء مش هيبان؟ قالوا بالفعل عاده بحتاج اني ارسم نفس الامر مره ثانيه ما احب امسحه اديله نفس الامر واختار اللون دبليو فيبقى كانه مسحه يعني الصفحه فيها كذا رسمه فبدل ما اعيدها كلها اديله امر ارسم تاني على نفس الصفحه نفس الامر بس اختار اللي انت عاوز تلغيه تختار اللون الابيض. طيب بعد كده الستايل بقى بتاع الخط هيبقى شكله ايه؟ هنجد عاوز نقط جنب بعضها بديله دوت يعني جنب الحرف الار او الحرف البي احط نقطه دي معناها عاوز الخط اللي احنا بنسميه خط منقط وفي لغه الرسم ما عنديش خط اسمه خط منقط في عندي خط متقطع اما المنقط بيرمزوا بيه في المدني لل اللي هو الرمله بتاعه الخلطه بتاعه المونه فالخطوط عندنا اما متقطعه او متصله احنا بقى عندنا هنا هعمل الخط المنقط ده باستعمال نقطه فيعمل النقاط جنب بعضها او اديله حرف او يبقى انا عاوز ما يوصلش الخط يحط عند كل احداثي سيركل دايره عندي اكس كذلك برضو مش هيوصل الخط في هذه الحاله وهيحط عند كل احداثي علامه اكس
كذلك عندي بلس نفس الحكايه، هيحط لي علامه بلس دون توصيل. كنت عايزه سوليد زي ما شرحنا هنا، وطلع عندي الرسم اهو بلو متصل، اعمل خط علامه الناقص بتاعت الطرح. ممكن برضو من الرموز دون توصيل ان احط هنا علامه الستار. عاوز الخط دوتد لاين، والدوتد هو عباره عن شرطه ثم سبيس ثم شرطه، ده اسمه دوتد لاين. خط بقى السنتر لاين بتاعنا يعتبر داش دوت، يعني شرطه نقطه شرطه نقطه. وبعدين في داشت عندي عباره عن شرط قصيره قريبه من بعضها بهذا الشكل. فبيقول لي ممكن اقول له بلوت اكس وواي، طبعا اكس بتدل على احداثي الافقي وواي بتاعت الاحداثي الرئيسي. وبعدين بين سنجل كوتيشن مارك كتبت له سي، يبقى عايز الخط السيان اللي هو احنا قلنا عليه ازرق ضارب الى الخضرة، اللي هو في الفرنسية اسمه تركواز. بلس السيان اي ازرق ضارب الخضرة. البلس اللي عندي هيحطها at each data point، عند كل قيمة من النقط بتاعتنا هيحط علامة البلس. طيب نشوف بقى دلوقتي ماتلاب هيخدمنا في رسم البولار بلوت اللي استعمله بكثرة احد العلماء الملقى او اسمه نايكويست، ولذلك في الماتلاب استعملوا دالة اسمها نايكويست للرسم بتاعت البولار بلوت. بس هنلاحظ زي ما هنشوف في الشرح التالي، النايكويست كان بيرسم زي عمل كده لابلاس. لابلاس كان بيشتغل بيجيب ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية، كذلك نايكويست كان بيشتغل من ناقص ما لا نهاية إلى زائد ما لا نهاية للأوميجا. طبعا الأوميجا بالنسبة لنا احنا هي قيمة التردد، والتردد عمره ما يكون ثابت. لذلك في المجال بتاعنا اما هنرسم البولار بلوت عايزين نرسمه فقط من اوميجا بصفر الى ما لا نهايه، ما فيش عندي قيم للاوميجا سالبه. لذلك اما هنرسم النايكويست زي ما هنشوف حالا دلوقتي، هنجد ان احنا بنرسمه اولا ثم نمسح الجزء اللي احنا مش عاوزينه اللي هو من قيمة سالب ما لا نهاية إلى الصفر، ونبقي على الآخر. هذه العملية مشوبة بعدم دقة زي ما هنشوف برضو في الإكزامبلز التالية، ولذلك هناك طريقة أكثر دقة هنستعملها اسمها Frequency Response Representation. طيب نخش بقى في الشغل بتاعنا. مثال عندي جي اوف اس تساوي 5 على 1 زائد 2 اس. هنيجي في الماتلاب هنقول له ان بتساوي 5 ودي بتساوي 2 1. يبقى مهم جدا ناخد بالنا لازم تكون المقام مرتب ترتيبا تنازليا حسب قوى اس. رغم هو اللي هنا 1 زائد 2 اس الا ان وانا بكتب الدي كتبتها 2 1. لان الكوفيشن بتاع اس الاول بعدين حد مطلق. اديته الداله بهذا الشكل، وهذا الامر بيعني الرسم فورا. بمجرد ما اديله الان والدي هيروح راسمها لي على طول، والديفولت بتاعه من ناقص ما لا نهايه الى زائد ما لا نهايه. هيروح طالع لي الرسم بهذا الشكل. دائره كامله. في حين ده احنا شرحناه في المحاضرة، قلنا ان ده عبارة عن فلتر سمبل فلتر او فيرست اوردر سيستم بيمثل في البولار بلوت بنصف دائرة. وعلى ذلك هبص على هذا الرسم واقول انا عايز امسح الحتة اللي فوق دي، بنمسحها بامر اسمه اكسيس، يعني خد من الاكسيس اللي قدامي الرينج اللي هقول لك عليه للافقي ثم للرأسي. فبص هنا الافقي زي ما هو مش هعمل فيه حاجه، عندي من
ناقص واحد نقول له لا انا ممكن اخد من هنا الزيرو على طول كفايه مش عاوز من ناقص واحد. يبقى ممكن اخد من اول الزيرو لغايه الخمسه. طب والراسي هاخده من سالب 2.5 الى زيرو. وهحط هنا دلوقتي اهي تور اكسيس وبحط جواها سكوير براكت واحط الرينج بتاعي في المحور الافقي عايزه من 0 الى 5 سبيس المحور الراسي من ناقص 2.5 الى 0. هترسم لي نصف الدائره المطلوبه تمام. هنا لان الرسم واضح وسهل ان انا اشيل منه الجزء العلوي فعملت باستخدام السكيلينج فاكتور اللي هو امر اكسيس ان لغيت الجزء الفوقاني. انما لو كان السيستم بقى هيبقى فيه اجزاء طالعه كده ولفه كده هذه العمليه للاسف مش هتبقى دقيقه. لذلك هنلجا للطريقه البديله اللي هي بنقول اور اولترناتيفلي يعني طريقه بديله. هنيجي نقول له اختار قيم اوميجا بامر اسمه لوج سبيس يعني هيوزع لي القيم اللي هو هيختارها ماليش دخل فيها من حيث طريقه الستيب بتاعته هو بيختارها بطريقته الخاصه. وبعدين بكتب هنا ناقص 4. ناقص 4 تدل على ايه؟ مش عدد هو ناقص 4 لا ده الاس بتاع ال 10 يعني دي 10 اس ناقص 4 يعني معناها تبقى 1 من 10000 كوما 3 يعني معناها الى 10 اس 3 يعني الى 1000. وبعدين بختار عدد النقط اللي هو هيعمل لها جنريشن فطالبين 2000 نقطه. يبقى من المنطق لازم احط بعد هذا الكلام سيمي كولون والا هيطلع لي يقول لي الشاشه باعداد انا مش محتاج اشوفها. مهمة جدا احط هذه السيمي كولون في هذه الحالة. بعد كده هستعمل زي ما احنا بنعمل عادة عشان سمبول ابلوت كنا بنعمل ايه؟ بناخد الجي اس نستبدل الاس بايه؟ بجي اوميجا. فهنا هنقول له الدالة اللي هستعملها اسمها فريكونسي ريسبونس اف ار اي كيو ار اي اس بي. اديله البسط والمقام واقول له عوض في بدل الاس حط لي اي مضروبه في دبليو. برضو دي هتطلع قيم كثيره جدا ولست بحاجه اني اراها على الشاشه فحطيت هنا سيمي كول. طيب بعد كده حد اقسمها للجزء الريال لوحده والايماجين لوحده بداله اسمها ريال وداله اسمها اي ام اي جي ايماج الثلاث اربع حروف الاولى كلمه ايماج. واختزل الناتج بتاع ريال في فاريبل سميته ار جي يعني الريال بتاع الجي واخرى سميتها اي جي يعني الايماجري بتاع الجي تمام. وبعدين هستعمل امر بلوت الافقي بتاعي بار جي والراسي بتاعي اي جي واكتب على المحور الراسي الاول او الافقي الاول ما يفرقش الترتيب فبقول له واي ليبل اكتب لي ايماجيني اكس كوما. كان ممكن كل واحد من دول يكتبوا في سطر كل واحد من دول بلا استثناء هيتكتب في سطر جايز او ممكن احطها في امر في سطر واحد وافصله بهذا الشكل. اولا مش عاوز يظهر لي نتيجه فحطيت سيمي كولون. اللي بعد كده عايزه يبان فحاطط له كومنس هيطلع على الرسم هذا الكلام. قلت له اي جي تساوي كده خلاص. وبعدين ارسم بقى الار جي مع الاي جي واكتب لي على المحاور بهذه القيم. هيطلع لي نفس الرسم اللي ظهر في الصفحه السابقه. طيب جينا بعد كده عاوزين نرسم بورد بلوتس وبينطق هنا بالجمع لان دايما البورد محتاج رسمتين فوق بعض عاده. الرسمه الاولى علاقه ما بين الاوميجا والماجنتيود
بس مش ماجنيتيود ان ابسولوت فاليو، لا ده انا عايزه ان ديسيبل، يعني اخد قيمه الماجنيتيود اجيب لها لوغاريتم الاساس 10 واضربها في 20. يبقى شرط وانا برسم بورد بلوتس ان الماجنيتيود ما يبقاش في قيمته المعروف مقدره بسنتي، مقدره بطول، باي قيمه بفولت بامبير، لا هاخد القيمه ايا كانت هي رمزها الطبيعي ايه، اجيب لها اللوغاريتم الاساس 10 واضربه في 20. فاسهل طريقه للرسم ما يكونش السؤال اللي جاي لك فيه اي شروط او ريستريكشنز على الحل، هو استعمل كلمه بورد نفسها كامر للرسم، ويحتاج مني ثلاث حاجات. الحاجه الاولى البسط بولينوميال، المقام البولينوميال بتاع ترانسفير فانكشن، الترم الثالث الرينج بتاع الاوميجا اللي انا عاوز ارسم فيه البورد بلوتس بتاعي. فهنيجي نقول له دبليو تساوي لوب سبيس ناقص 2 يعني 10 اس ناقص 2 يعني 1 من 100 الى 3 يعني 10 اس 3، واخترت 200 نقطة وبالتالي ده هيطلع لي 200 قيمة، يبقى لازم احط لي هنا سيمي كولون عشان ما تملاش الشاشة، منبهها تاني كل مرة بذكر فيه. وبعدين دخلت البولينوميا بتاع البسط كان عدد ثابت، البولينوميا المقام كان سكند اوردر سيستم، فهتبقى كانت اس تربيع و 0.533 اس، والحد المطلق 667 من 10000. وبعدين هقول له بورد ان 1 كوما دي 1 كوما دبليو، وبعدين ممكن احط في نفس السطر كوما ودي امر تاني جريد، يعني خطط لي الشاشه عند كل تيك موجوده مكتوب عليها في الاحداثيات قيمه عدديه يروح راسم خط سواء راسي او افق. ادي كلمه جريد يعني شبكه. ده اللي هينتج من هذا الامر، هيطلع لي الرسم بهذه الصوره. الفوقاني عباره عن اوميجا بس مرسوم على سيمي لوج سكيل، يعني محور افقي ده محور لوغاريتمي، والمحور الراسي نورمال اكسيس يعني مسافاته متساويه بهذا الشكل. كوني كتبت امر جريد فرسم الخطوط الافقيه دي وكانت عمل الخطوط الرأسية دي، وبما اني ما حطيتش اللون الخط اللي هيترسم رسم الديفولت بتاعه ازرق. كذلك رسم لي كمان الفيز، وده السيستم بتاعي كان سكند اوردر، يبقى الفيز عندي محصور بين الزيرو والناقص 180. ويطلع بهذه الصورة. يقول لي طب افرض انا عاوز ارسم اكتر من رسمة في البورد بلوتس، هل ممكن وافرق بينهم بالالوان زي ما عملنا في امر بلوت للرسم على السكيل العادي؟ نشوف كده. انا مخزن دلوقتي واحد اللي هو اترسم ده، هخزن ترانسفير فانكشن اخرى بهذا الشكل، واخترت www، خدت www اخزن فيها من ناقص 2 الى 4 2000 نقطه. هنلاحظ هنا الاثنين لهم نفس الفريكوانسيز، عشان الافقي يبقى واحد لهم نفس الفريكونسيز. قلت له هولد اون بعد ما رسمت الاول، هولد اون يعني خلي الرسم ده ثابت عشان هينزل فوق واحد تاني ما تمسحوش، واديته الامر الاخر بهذا الشكل
قلت له جريد. جريد لما اذكرها مره ترسم والمره الثانيه تمسح وتزيلها مره اخرى. حصلنا على الرسم بهذه الصوره. ادي في الاولاني رسمتين وفي الثاني رسمتين. اقدر ان اميز بالنسبه للفيس، ادي واحد وادي الثاني، وده الماجنيتيود برضو ادي واحد وادي الثاني، المناظر لهما. طيب عندي سكند اوردر سيستم فيه مشكله. لو حبيت ارسمه باستعمال، عشان المشكله بتحصل عندي دايما في الفيز وليست في الماجنيتيود سكند اوردر. ليه؟ ده عيب الحقيقه موجود في الكالكوليترز ايضا، في الكمبيوتر نفس الحكايه. انت بتجيب الفاي بتقول ماينس تان ماينس 1 الزاويه التي ظلها، البسط بتاع المقدار اللي هكتبه عباره عن مقدار التخيلي مقسوم على المقدار الحقيقي. كلام كويس. المقام بقى بتاع السكند اوردر بيجي عندما يو تساوي واحد، يبقى المقام بصفر. اذا الرسم هيروح لما لا نهايه، لخبط الدنيا ويطلع لي الصوره مش متصله، هيطلعها لي متقطعه. ليه؟ لان الذي ياتي بعد الزاويه 90 في التام، للاسف دي مشكله، اسف مش هروح لما لا نهايه، لا، عند الزاويه بعد ال 90 من هنا هنفاجئ بانه يتغير القيمه بتاعته، ما يدينيش الظل تماما، وبيحتاج الزاويه المكمله انه يضاف عليها ناقص 180. فانت لو جربت على الكالكوليتور بتاعك تجيب تان 120 او تان 45 تان 135، هتقول له تان 135 هيطلع لك ناقص واحد. ارجع تاني قول له هات لي تان ماينس 1 للمقدار اللي انت جبته، مش هيقول لك الزاويه بتاعتك 135، هيديها لك 45. فانت محتاج تضيف لها بعد ما تطلع الزاويه القيمه بتاعتنا عليها، تضيف لها 180 يطلع لي الاحداثي بتاعي، بنسميها المكمله. المتممه تتممها ب 90 والمكمله تكملها 180. فالقيمه اللي هيطلعها لي للزاويه ترجع تضيف عليها 180 تطلع لك القيمه الحقيقيه، زي ما هنشوف دلوقتي في المثال الاتي. فاول طريقه لو قال لي ارسم سكند اوردر وما حطليش قيد على الحساب، انما حطيت قيد على امر بوت اللي ما استعملوش في الرسم. بيقول لي يوزنج بوت فانكشن ان كالكوليشن اونلي، يعني في الحسابات فقط. طب ازاي في الحسابات؟ قال لي لو كتبت امر بوت على يمين علامه تساوي هتستقبل في الشمال قيم عدديه زي ما هنشوفها دلوقتي دون الرسم، ويبقى الصوره بتاعتها كالاتي. خزننا دلوقتي البسط وخزننا المقام، وبعدين حطيت دبليو لوج سبيس من ناقص 2 يعني 10 اس ناقص 2 الى 2 يعني 10 اس 2 يعني 100، واخترت مثلا 20 نقطه. ليه؟ عشان ممكن اشوفهم على الشاشه. حاجه اديله الامر بتاعي دلوقتي واقول له ماجنتيود، حطيت له ثلاث حروف منها ام اي جي كوما بي اتش، ده اللي هيحسبهم لي لهذا هذه الترانسفير فانكشن، هذه الداله.
في حدود الاوميجا فاليوز اللي انا دخلتها. بس هنلاحظ هنا بكل اسف هيطلع لي الماجنتيود لو كنت هستعمله في الرسم، لازم احوله الى ديسيمل باني اجيب لوغاريتم 10 والداله اسمها لوج 10 بين قوسين ام اي جي واضربها في 20 هيطلع لي الماجنتيود ان ديسيمل، ونظرا انها تطلع كميه اعداد بحط لها سيمي كولون هنا عندي. وبعدين بستعمل امر للرسم اسمه سيمي لوج اكس، يعني معناها الورقه بتاعتي الصفحه هتبقى نصف لوغاريتميه. طب مين فيهم اللوغاريتمي؟ قال لي اكس، فالداله اسمها سيمي لوج اكس، يعني المحور الافقي هو اللوغاريتم. وبعدين اكتب الافقي هيبقى فيه الاوميجا، والراسي الماجنتيود محسوبا بالديسيمال. وبعدين سنجل كوتيشن مارك واحط له ار واقفلها واقول له جريد. وبعدين هكتب على المحور الافقي اقول له اكس ليبل وبين كوتيشن مارك قلت له فريكونسي ان راديانس بير سكند. طبعا بيكتب بين سنجل كوتيشن مارك، ده كتبته غلط هيطلع غلط، كتبته صح هيطلع صح. هنا برضو واي ليبل نفس الحكايه، ينتج عنها كيرف بهذه الصوره. ادي الماجنتيود وكتب لي اللي انا طلبته على الراسي وكتب لي اللي انا طلبته على الافقي، وهو بيختار السكيلز من نفسه مش محتاج ان انا اتدخل فيها بالمره. تعال نشوف بقى بالنسبه لرسمه الفيز اهو، واديته برضه الليبلز وغيره، راح رسم لي الرسمه بهذه الصوره، ما فيش فيها مشكله خالص. ليه؟ لانه حاسب لي القيم، مش انا اللي حسبتها، هو اللي طلع لي القيم بتاعتها، فطلع الرسم سموث وسليم، هينزل الكير من زيرو ويروح الى ما لا نهايه عند الناقص 180، ده الشكل الترو الحقيقي. تعالى بقى نشوف drawing phase plot for second order system without using board command at all. يعني مش عايز نشوف كلمة board بالمرة. الله، طب هنعمل ايه في هذه الحالة؟ هنجيبها من الطريقة اليدوية اللي احنا بنعملها، نجيب ادي الماجنتيود وادي الفاي، وبالتالي فاي بتساوي ماينس تان ماينس 1 مقدار الايماجيني مقسوم على الريال بارت بهذا الشكل، حيث يو هنا اللي بيساوي اوميجا على اوميجا ان، واوميجا ان هي اوميجا ات ويتش فاي تساوي 90 ناقص 90، وعندي تان فاي في الحالة بتاعتنا دي هتطلع بانفينيتي. فكان المفروض ان انا هقول له طلع قيم اللي عندي دي حسب قيم الاوميجا اللي انا مديها لك وعوض في هذه العلاقة. شوف بقى طريقة تعويض في العلاقة هنا مهمة جدا. البسط زيتا ده عدد، اليو عندي له قيم مختلفة أو اللي هي الأوميجا لها قيم مختلفة، أنا فكيت الكلام ده حطيت أوميجا على أوميجا إن وضربت البص والمقام في أوميجا إن تربيع فطلع بهذه الصورة. أوميجا دي دلوقتي عبارة عن فيكتور، والأوميجا آسف أوميجا إن ده مقدار ثابت، أوميجا بس ده فيكتور، فأما أقول له 2 في زيتا في أوميجا إن لغاية هنا كويس، هضربها في دبليو برضه كويس لان دبليو دي عباره عن فيكتور او عباره عن ماتريكس، لما اضرب عدد ثابت في ماتريكس ما فيش فيها مشكله هيتربط في كل حد فيه. وبعدين هنقسم هذا الكلام على المقام، تبدا تظهر اول مشكله. ليه؟ لان البص دلوقتي فيه فيكتور وبقسم على فيكتور، ما ينفعش.
يبقى لازم احط له هنا نقطه قبل علامه القسم اللي هو دوت ديفيجن اللي احنا قلناها قبل كده وشرحناها في السكشن. كذلك عندي هنا دبليو ان لكل تربيع، دي ما فيش فيها مشكله، ناقص دبليو سكوير، هنا دي فيه مشكله لان الدبليو هنا فيكتور، يبقى ما ننساش نحط نقطه قبل القيمه الاسيه. هنشوف الكلام ده في المثال العددي، هنستعمل الكلام ده سهل. ادي جي اس بتساوي هذا المقدار، ودي سكند اوردر سيستم سمبل بهذه الصوره. فقال لي ادي جي جي اوميجا بيطلع بهذا الشكل، وادي ده، وادي فاي بتساوي هذه الصوره. دخلنا دبليو بتساوي لوب سبيس من ناقص 2 ل 22 نقطة زي ما عملنا قبل كده، وبقول له احسب لي قيم الفيس رمزوه بالرمز بي ناقص اي تان 4 في دبليو، مفيش مشكلة في الضرب ده، عدد ثابت في مصفوفة مفيش مشكلة. هقسم، لا احط نقطة قبل علامة القسم. وبعدين جوه هنا دبليو تربيع، لا ما تنفعش، تبقى دبليو يا اما احط نقطه قبل الاس يا اما اقولها عباره عن دبليو نقطه في دبليو. بعدين كل هذا الكلام هيطلع لي الزاويه بالتقدير الدائري، يبقى عاوز احوله الى ديجريز، يبقى بضرب في 180 واقسم على باي. ادي النتيجه بتاعت الحسابات بتاعتنا، ادي الدبليو قيم احنا ادخلناها بهذا الشكل 20 قيمه، حطهم لي على سطرين 10 في السطر الاول و10 في السطر الثاني، وادي القيم، وادي القيم بتاعت بي اللي هو الفيز انجل. عظيم. نشوف بقى دلوقتي ايه اللي هيحصل لو ما هرسمها. قلت له سيمي لوج اكس دبليو وبي محور افقي لوغاريتمي والمحور الرأسي نورمال عادي. طلع الرسم بهذا الشكل. حين فاكرين احنا الرسمه بتاعتنا كانت بتبدا من هنا من الصفر وتنزل لناقص 180 اهو، يعني المفروض الحته الاولانيه دي صحيحه. انما المشكله بقى جت عند 10 اس 0 10 اس 0 حصلت فيها مشكله، تغير طلع بالشكل الغريب ده نازل بهذه الصوره. طيب هنحل بقى المشكلة دي ازاي؟ قال لي نقسم الأوميجا إلى شقين، شق السليم لغاية هنا، وبعدين نقفز ونروح من الحتة الصحيحة اللي بعديها ونضيف له كل واحدة منهم 180 درجة. نشوف ديفايد فريكونسيز نقسمها إلى اوميجا واحد من ناقص اتنين الى صفر، صفر على يعني 10 اس صفر، وهاخد هنا 10 قراءات فقط. طلعنا الجواب بهذا الشكل، وجبت بي 1 المناظره لها، فخدنا ال 10 بس دول. وبعدين ابدا ازحزح شويه من اس 0 ولتكن 1%، 2%، 3%، بهذا الشكل زحزحه صغيره خالص، واطلع قيم اوميجا في هذه الفتره لغايه 10 اس 2، هاخد 10 قراءات ايضا. طيب هاجي بقى اجيب بي 2 المناظره لهذه القيم كالاتي، او جبت كل هذا الكلام وبعدين ضربته في 180 على باي وضفت له 180 عشان اصلح كل قراءه كانت طالعه عندي بالقيمه الصحيحه بتاعتها بهذا الشكل. بعد كده هجمع بقى، هحصل على دبليو 3 من دبليو 1 جنبها دبليو 2، واجيب بي 3 عباره عن بي 1 وجنبها ال 10 قيم بتاع بي 2، وبعدين ادي امر سيمي لوج دبليو 3 بي 3، وخدت اللون
اللي هو بلو، وكتبت الاحداثيات عليها ان الافق يبقى فريكوانسي ان راديانس بير سكند، والليبل واي واي ليبل فيز ان ديجريز، هيؤدي بنا لهذا الرسم الصحيح كوريكت جراف. اخر حاجة عندنا هنا في الفايل ده عاوز يحسب جين اند فيز مارجن باستعمال الماتلاب، وادانا داله بهذه الصوره. خزن البسط، خزننا المقام كالمعتاد، اخترت اوميجا فتره من ناقص 2 الى 5/10، فجبنا و75 قرايه، ادي البص وادي المقام. وبعدين احد الاشكال اللي بحسب بيها الجين مارجن وفيز مارجن وفي الوقت نفسه بيرسمها لي على جول بلوتس، امر واحد بسيط جدا هو مارجن دون الرجوع للاوميجا زي ما حسب، اقول له مارجن بسط ومقام بس مفيش غيره، يوم رسم الرسم بهذا الشكل وجاي هنا ننفذ الكلام اللي احنا كنا بندرسه او درسناه. تقاطع الفيز مع ناقص 180، اطلع راسيا فوق، اقطع منحنف مسافه في نقطه هنا، قيس المسافه الراسيه دي، يبقى ده اسمه جيم مارجن. تقاطع المحور بتاع الماجنتيود مع المحور الزيرو ديسيبل، انزل بيه راسيا، اقطع المنحنى بتاع الفيز واقيس المسافه بين الفيز وبين ناقص 180، تبقى دي اسمها فيز مارج. يبقى اقدر اجيبه بيانيا بعد ما ارسم فيز مارج، قصدي بول بلوتس، اقدر ادور على هذه التقاطعات للحصول على القيم المطلوبه. نظرا ليه كتابتها ضيقة نقلت تاني القيم بتاعتي هنا اهي، وطلع لي هو قايل ان جي ام يعني جيم مارجن ب 28 ديسيبل عند اوميجا بتساوي 7.07، واللي هو التقاطع ده اهو. وكذلك عندي البي ام الفيز مارجن ب 11.3، يعني المسافه الراسيه دي اللي هنا 11.3 عند 1 راديانس بير سكند. الطريقه البديله لذلك استعمل امر مارجن، بس هكتب له هنا ادي النم ودن، وهاخد بدون رسم بقى يطلع لي جي ام والبي ام ودبليو سي 1 ودبليو سي 2 مرتبين بهذا الشكل عدديا. بس ناخد بالنا في هنا مشكله، ان لما هيحسب لي جي ام هنا زي بالظبط في البوت، لما حسبنا طلع لي الجين اللي هو الجي او ماجنتيود طلعه لي بقيم غير ديسيبل، يعني قيم عدديه محتاجه اجيبها بالديسيبل، وما عدا ذلك كله كويس. هيطلع لي جي ام هنا احتاج اجيب له لوغاريتم الاساس 10 واضربه في 20، فيقوم طالع لي بهذا الشكل 27.9964 اللي ابروكسيمتلي 28 كنا جبناها قبل كده.